وأنا أقول نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات والاحتلال إلى زوال. إن مصر أنالت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، ونؤكد اليوم هذه الإدانة الواضحة. إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم. النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبريرها. ولقد أكدت دولة الكويت مرارا وتكرارا على أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لهذه القضية. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة، ولا يسترجع حق إلا بالقوة، ما انتزع بالقوة ما يعاد إلا بالقوة، أما التفاوض فهي إهانة. وسنعلمهم بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وسنشرح لهم. والذي يراد له بعد ذلك سيطرة إسرائيل على ما يسمى بالوطن العربي الآن والعالم العربي. لازم العرب يصبحوا رعاية للإسرائيليين، والهدف في النهاية مصر. أكبر دولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصهيوني، هي مصر، وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين، وتقام دولتهم الفرات للنيل كخطوة أولى. ونحن إذ نلتقي اليوم في هذه القمة العربية فإنما نجسد أرض الشارع العربي في كل مكان، ونعبر عن الغضب العارم المبرم الذي اكتاب الشعوب العربية والإسلامية كلها بغير استثناء للاعتداء على مقدساتها. ونحن هنا للتعبير عن إرادة شعوبنا ومشاعرها. نعم للجهاد، نعم للمقاومة، نعم للتبرعات، نعم لإرسال الأسلحة، نعم لإرسال المال لشراء الأسلحة، وسيشترون الأسلحة من اليهود أم. أقول عندما نلتقي في عمان وحيث نستطيع مشاهدة الأنوار المشعة من القدس الشريف، يقتضي الواجب الأخوي والقومي أن نتوجه في مستهل هذا اللقاء بالتحية إلى شعب فلسطين المجاهد، مع التحية والامتنان اللذين نوجههما إلى أشقائنا في الأردن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، اللذين يؤكدان مع فضائل أعمالهم الأخرى عمق معاني العروبة ومقاصدها في نفوسهم. ورغم صعوبة المحاولة لنتشبث بشرفة أو مرتفع مما يحقق هدف مشاهدة أنوار القدس، فإننا نرى القدس من بغداد بالعيون النفاذة المؤمنة والواسعة لتلك المدينة التي تعرفون كم بذل العرب من تضحيات وكم بنوا من مجد فيها ليثير اسمها في نفوسهم ذكريات طيبة. إننا نرى القدس من أي مكان مهما بعد عن موقعها، لأن القدس بعد أن تنير فينا كل ما هو خير في الصدور يصبح تبادل الرؤية بيننا وبينها على خط مستقيم، وتتقلص المسافات بيننا وبينها، بل بينها وبين أي عربي وأي مسلم وأي مسيحي من أبناء العروبة، لتصبح قاب قوسين أو أدنى، وهكذا ترتسم دون أن تتمكن أوادي الدهر من محوها علامات بينة على طريق تحريرها إن شاء الله. لقد اغتصبت فلسطين بتخطيط وتدبير، وتسترجع فلسطين بتخطيط وتدبير متقنين يتقدمهما الإصرار على إحقاق الحق. وقد أكد أبناء فلسطين المجاهدون إنهم قدوة في الإصرار والاستعداد للتضحية. إن ضياع فلسطين لم يكن سببه الأساس
قوة إيمان الصهاينة بعدالة منهجهم، وإنما كان تخلي العرب عن قضيتهم، ولم يكن سببه الأساس قوة الصهاينة بل ضعف العرب. أما وقد أدرك العرب من خلال عوامل وأسباب شتى، منها انتصارهم على أعداء الله وأعدائهم في الجبهة الشرقية، وهذا الموقف البطولي لشعب الحجارة القاتلة، إنهم قادرون، فإن فلسطين ستعود وسيطرد النور الظلام وسترتفع أعلام الحق على القدس الشريف إن شاء الله. لا بد أن نطور العمل العربي المشترك لمواجهة كل التحديات التي تواجه أمتنا، ولو إنشاء هذا الاتحاد لفيها القوة والمنعة لمواجهة الصلف الصهيوني وهو العدو التاريخي. إن الصهاينة هم الأعداء التاريخيين للأمة العربية، هم الأعداء للأمة العربية، مهما قدمنا من تنازلات ومن مشاريع لن يقبلوا لن يقبلوا لن يقبلوا. مستمرين في الاستيطان وبناء الجدار العازل وعدم القبول بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، رافضة كل قرارات الشرعية ومتحدية. إذن لماذا ما ينشأ اتحاد عربي وفيها القوة للعمل العربي المشترك؟ ولدينا قواسم مشتركة، اللغة والأرض والثروة. لن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر مننا ثقافة وحضارة، ذات لغة وأعراق متعددة، لكن نحن أمة عربية واحدة، لغتنا واحدة وجغرافيا واحدة، وحدتنا في قوتنا لمواجهة كل التحديات. الشيء الأخير هو دعم السلطة الفلسطينية، أولا دعم الحوار الفلسطيني الفلسطيني. الشيء الثاني الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية كسلطة شرعية، وأن نعزز من موقفها ونعزز من الوقوف إلى جانبها بما يسندها ويعزز من مواقفها التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مش مع نتنياهو. نتنياهو موظف مرسل، وأنتم تعرفوا أصله وفصله ومن أين أتى. هو مندوب في الدولة اليهودية، لا يريد أمن ولا يريد استقرار ولا رضي يوقف الاستيطان،